تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. قبل أن نبدأ مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد، الأستاذ يوسف سعد والأستاذة نور نزال من هيئة الصحة بدبي، وفي الإعداد والتنسيق والمتابعة مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأيضا معاي اليوم في الاستديو وما بتشاركنا تقديم الحلقة ولكنها موجودة معانا الأستاذة آمنة العلي. صبحكم الله بالخير والنور والعافية آمنة، إن شاء الله بتسمعون صوتها يمكن خلال الأيام القادمة بإذن الله. من خلال هذا البرنامج مستمعينا أيضا نرحب بتواصلكم معنا، اتصالاتكم وأيضا اقتراحاتكم على الأرقام 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض معاكم مستمعينا فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ولكن قبل لا نبدأ دائما نذكر بموضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية بموضوع فيروس كورونا، ونذكر بأن الفيروس ما زال موجود وعلينا أيضا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وللحفاظ على أيضا مسافة آمنة بينك وبين الآخرين ولبس الكمامة وغسل اليدين بشكل مستمر. نستعرض مثل ما يعني تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن عندنا فقرة السوشيال ميديا، ودائما يعني مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات ذات العلاقة في الشؤون الصحية. أيضا اليوم يعني بنتحدث عن أحد المراكز التخصصية المميزة في هيئة الصحة بدبي، مركز الإخصاب. بنستعرض معاكم أيضا عن الخدمات اللي يقدمها هذا المركز، وأيضا عدد الأطفال الذين أيضا يعني ولدوا نتيجة الخدمات المميزة في هذا المركز، وبنتكلم أيضا عن الشروط وعن بعض الإجراءات اللي يعني ممكن يكون من خلالها استقبال المرضى. دائما فقرة التغذية فقرة مهمة، واليوم عنواننا الغذاء الصحي لحياة أكثر صحة وسعادة. وأيضا من ضمن فقرات هذا البرنامج موضوع سرطان عنق الرحم، بنتكلم في هذا الموضوع أكثر وبالتفصيل على يعني أسباب المرض وكيف يتم الوقاية من هذا المرض. هاي كل برامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، يعني نحن نحاول في هذا البرنامج صحة وسعادة فقراتنا تكون متنوعة فيها يعني مواضيع طبية، مواضيع تثقيفية، صحة وسعادة، وتختلف طبعا المواضيع حسب الأولويات. ناخذ هذا الخبر مستمعينا الأعزاء، نوع شائع من الخضار يمكنه الحد من خطر الإصابة بسرطانات معينة. تظهر الأبحاث أن الأطعمة التي نتناولها يمكن أن تكون بمثابة حصن ضد الأمراض المزمنة خاصة السرطانات، وأظهرت هناك النتائج وجود ارتباط قوي بين الأطعمة التي نتناولها وخطر الإصابة بالسرطان. بحث أحد التحليلات البارزة في نتائج 5 دراسات وخلص أن تناول الجزر أيضا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطانات المعدة بنسبة تصل إلى 26%. وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة كريستيان براند من كلية الزراعة والأغذية والتنمية الريفية بجامعة نيوكسل أن تقطيع الجزر يزيد من مساحة السطح بحيث تتسرب المزيد من العناصر الغذائية إلى الماء أثناء طهيه، ومن خلال إبقائها أيضا كاملة وتقطيعها بعد ذلك فإنك تحبس العناصر الغذائية والمذاق.
وأيضا خبر آخر ما تفعله لمسة الأبوين للأطفال. فسرت دراسة علمية جديدة الأسباب، هناك مستمعين أسباب فسيولوجية لأحد أهم التصرفات التي يقوم بها الآباء والأمهات بشكل طبيعي وفطري اتجاه أطفالهم الرضع خلال السنوات الأولى من العمر. وبحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية، فقد كشفت الدراسة عن أن حمل الطفل الرضيع وملامسته لجلد أحد الوالدين أثناء تلقيه حقنة أو عند شعوره بأي أوجاع يساعده في شكل كبير في تقليل الإحساس بالألم. وآخر خبر، الكثير من الصور في كتب الأطفال يؤثر على التركيز والفهم. نحن في كثير من الأوقات نتوقع يعني كتب الأطفال كل ما كثر فيها الصور معناته أنه يشد انتباه الطفل، ولكن خلنا نشوف شو يقول هذا الخبر. أظهرت دراسة علمية إن وضع العديد من الصور التفصيلية وغير الأساسية في كتب الأطفال يجعل من الصعب على الأطفال التركيز واستيعاب المعلومات والمعارف. وبحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية، حذر الباحثون من أن الصور الملونة التي تهدف إلى تحفيز القراء الصغار ربما تؤدي إلى نتائج عكسية تماما، لأنها تجذب الانتباه بعيدا عن نص القصة، بمعنى أن تشتت انتباه الأطفال وبالتالي يصعب عليهم فهم المغزى الحقيقي والتعليمي من القصة. هيك أخبارنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم مع فقرة السوشيال ميديا وآخر مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية، مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور تروح ويعد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك يا أختي أسماء بالنور والعافية. وشو بتخبرينا اليوم يا أختي أسماء عن السوشيال ميديا؟ أول شيء أحب أقول لك أنا بعدني أحب أقرأ الكتب المصورة، يمكن أنا متأثرة الخبر اللي قلته من شوي. هي بس أكيد عاد أختي أسماء يعني يوم تقرين القصص هاي يكون في تشتت شوية عندك بخصوص موضوع يعني الصور اللي موجودة. كتب الكبار ما فيها ولا صورة واحدة. صحيح. جامدة. نعم. نبدأ المواضيع المتداولة في قنوات التواصل الاجتماعي، لكن في بداية مداخلتي أحب يعني أذكر أن اليوم هي ذكرى 30 لرحيل باني دبي ورائد نهضتها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. والآن في وسم عليه تفاعل كثير، وهو وسم بعنوان رحيل راشد 30 عاما. الوسم كان في الكثير من التفاعل، ونبدأ يعني نقرأ أحد التغريدات اللي كانت موجودة، وهي كانت أول تغريدة كتبت في الوسم، وكانت لي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، واللي كانت تقول التالي: كان قليل الكلام كثير التفكر، نظرته عميقة كبحر واسع، يومه يبدأ قبل الناس، وأحلامه تتجاوز سنواته، محبا لزوجته لطيفة، عاشقا لدبي، مخلصا للاتحاد، رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجا بأعماله وما زاله. رحيل راشد 30 عاما. هذه كانت تغريدة لي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. وكل الأشياء اللي قاعدين نحن نشوفها الحين أخوي عبد الله في دبي الحديث أو دبي الجديدة أو كل هالتطورات الموجودة، أساسها كانت يعني النظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد. الأساس اللي هو حطاه هو السبب اللي نحن الحين قاعدين ننعم بهذا التطور وهذا الازدهار في دبي. صحيح. هذا وما زال هاشتاغ متداول والأكثر تفاعلا في قنوات التواصل الاجتماعي. ندخل الأمور الطبية الآن، واللي تقول أهم الأخبار اللي تم وكان عليها تفاعل هو توفر لقاح الإنفلونزا في مراكز وبعض مراكز اللياقة الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
لكن نحب ننوه لشيء أن التطعيم هو مجاني للمواطنين وللمقيمين ضمن الفئات التالية: المسنون فوق 65 سنة، أطفال من دون الخامسة، الحوامل، أصحاب الهمم، ولا عندهم أمراض مزمنة. لكن هذول الفئات المجانية اللي ممكنهم يروحون يأخذون تطعيم. لكن مهم جدا أن قبل ما يروحون أي مركز أخوي عبد الله أن يتصلون على 800-342 ويأخذون موعد. هذا جدا مهم قبل ما يتوجهون لأي مركز صحي. واليوم إن شاء الله راح نحط قائمة بالأماكن اللي يتوفر فيها التطعيم وكيفية أخذ المواعيد، لأن في بعض المراكز ممكن يروحونها ووك-إن بدون موعد مسبق، وراح يتم أيضا وضع هذا في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى منهم أن يتابعونا على حساباتنا في تويتر وإنستغرام وفيسبوك، لأن هالمعلومة راح تكون موجودة هناك خلال ساعات إن شاء الله. جميل. أيضا من ضمن الأشياء نحن نحب أيضا نأكد عليها أو يعني من الأخبار المهمة جدا، معالي حمد القطامي تفقد يوم أمس مركز فحوصات كوفيد اللي في جميرة، ومركز الكوفيد اللي في جميرة هو أحد المراكز الثلاثة اللي تم إطلاقها الأسبوع أو يعني افتتاحها الأسبوع الماضي. فالأشخاص ممكن يروحون لهذه المراكز، أوقات العمل أيضا موجودة في حسابات قنوات التواصل الاجتماعي، ممكن يحجزون موعد عن طريق التطبيق إذا ما كانوا حابين يتصلون للمراكز الخمسة: مجلس جميرة، مجلس الحمرية، ومجلس الراشدية، وأيضا نادي النصر ونادي الأهلي، ممكن يحصل موعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة أو الاتصال برقم المجاني. صحيح. هاي تقريبا من الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. وأهم شيء أنا نطلب من الجميع قبل ما أختم مداخلتي عدم إهمال الإجراءات الوقائية لسلامتهم وسلامة محبينهم. سعادة. شكرا أستاذة أسماء الجناحي، ودمتي بصحة وسعادة. مستمعينا، مثل ما ذكرت الأستاذة أسماء الجناحي بأن توافر لقاح متوفر في هيئة صحة بدبي، ولكن يجب على الجميع الاتصال على الرقم المجاني بهيئة صحة بدبي 800-342 لمزيد من التفاصيل. مستمعينا، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا المصطلح الطبي لهذا اليوم ADHD، بنفصل أكثر عن هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج نحب أن أيضا يعني نذكركم بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ هذا أو هاي الفقرة مستمعينا الأعزاء عن المصطلحات الطبية، واليوم عندنا مصطلح طبي ADHD. هذا طبعا مصطلح طبي، وهو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في حالة مزمنة تصيب طبعا ملايين الأطفال، وغالبا ما تستمر في مرحلة البلوغ. يتضمن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الحفاظ على الانتباه وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي. هذا هو مصطلح الـ ADHD. أما الآن وفقرتنا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي ومركز الإخصاب، مع الدكتور محمد القليوبي استشاري الأمراض النسائية والإخصاب في مركز دبي للإخصاب بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير. مرحبا دكتور، صباح الورد. نحن اليوم دكتور سعداء جدا يعني بلقائنا بك والحديث عن يعني أحد المراكز التخصصية المميزة الحقيقة في هيئة الصحة بدبي، ولهذا السبب نحن حابين دكتور نعرف أكثر عن مركز الإخصاب.
اي طبعا، هو مركز الاخصاب الحقيقه مركز اسسته حكومه دبي من سنه 1990، وطبعا معروف نجاحه على مستوى المنطقه كلها، الريجن كلها، حتى في مستوى العالم، لان نتائجه كويسه جدا. وكان لنا يعني بامر الله وفضله سبحانه وتعالى كان لنا بعض الابحاث اللي كانت تعتبر قائده في هذا المجال على مستوى العالم. يعني مثلا اول اطفال توائم اتولدوا على مستوى العالم من عمليه الخزعه من الخصيه كانت معموله في دبي في المركز ده. وبرضو اول ولاده الاطفال من تجميد بويضه وتجميد حيوان منوي على مستوى العالم كان برضو بفضل الله عز وجل كان حاصل في اماره دبي في المركز دبي الاخصاب. المركز له تاريخ طويل الحقيقه في خدمه الناس اللي هم ربي سبحانه وتعالى يعني مأجل لهم الحمل شويه يعني. صحيح. دكتور محمد، تعرف شو أجمل شيء في هذا المركز؟ إن نتائج الخدمات اللي تقدمونها أنتم هم أطفال، فالجميل في الموضوع يعني يوم تزور المركز تشوف صور الأطفال اللي موجودين يعني في هذا المركز، اللي هم مواليد هذا المركز بعد ما تم يعني علاج الأمهات وتم حملهم وولادة يعني. فهذا هو شيء الحقيقة يعني سر وشيء جميل جداً. وزي ما حضرتك تفضلت، هو الحقيقة مش بس بيصور المرضى لكن بيصورنا احنا كمان، يعني احنا العاملين هنا أكيد بصراحة دكتور. الصورة دي كل يوم فيها تفاؤل كبير. نعم صح. واحنا بفضل الله تعالى احنا بنراجع الاحصائيات بتاعتنا مقارنة بالاحصائيات بالمراكز اللي هي المستوى العالمي يعني. والحقيقة الحمد لله احنا عندنا نسبة عالية جدا من المواليد نتيجة العلاج عندنا. صحيح. نسبة مقاربة تماما للمراكز العالمية ذات الجودة العالية يعني. فالحمد صحيح. لله فضل من الله عز وجل. وأيضا دكتور يعني مركز الإخصاب بهيئة الصحة بدبي هناك يعني طبعا يعمل هذا المركز وفق يعني أنظمة وبروتوكولات ويعني معايير دولية يعني قد تكون يعني حتى يعني فيها كثير من هاي الخدمات يعني على مستوى عالمي. دكتور محمد، هناك طبعا الكثير من الخدمات في مركز الإخصاب بهيئة الصحة بدبي، لو تحدثنا عن الخدمات الأكثر طلبا يعني من قبل المتعاملين المركز. هو طبعا أهم حاجة بالنسبة للمركز هنا هو تقديم جميع أنواع عمليات أو علاجات تأخر الحمل، سواء من ناحية الرجل أو المرأة أو الاثنين مع بعض. فطبعا عندنا طبعا علاجات للإخصاب زي الإخصاب المساعد بالأدوية بس تحريض إباضة، وفي اللي هو التلقيح الصناعي، وفي أطفال الأنابيب، وفي الفحوصات الوراثية للأمراض الجينية والأمراض الوراثية اللي ممكن تكون في العائلات بتتم عندنا برضو. في بعض أحيان في بعض الناس بيعانوا من حالات الإجهاض المتكرر وبرضو بنقدم لهم علاج وخدمات عندنا. وفي نفس الوقت احنا بنتابع السيدات اللي هم ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم الحمل اول شهرين او ثلاثة في المركز، على اساس نطمن ان هم الفترة الاولانية اللي ممكن يكون فيها اجهاض عالي شوية احنا بنديهم دعم للحمل دوت وبنثبته باذن الله تعالى. دكتور نحن عندنا بس وصلتنا رسالة من خلال يعني الرسائل النصية القصيرة من أحد الأخوات أم محمد، الحقيقة يعني تشكركم، تشكر إدارة المركز وتشكر فريق العمل في المركز، وأتوقع أني أحد يعني المستفيدين من خدماتكم. شكرا أم محمد على تواصلك، وأيضا شكرا دكتور لكم، وشكرا لجهودكم الجميلة في مركز الإخصاب في هيئة الصحة بدبي. دكتور لو تحدثنا معاك عن نسبة النجاح للعمليات اللي يتم يعني عملها عندكم في مركز الإخصاب. هو احنا في المعدل بتاعنا دلوقتي داخل في حوالي 67% فرص نجاح، بس القضية الحقيقة بتختلف حسب عمر المرأة وعمر الزوج وحسب نوع المرض المؤدي إلى تأخر الحمل. فما أقدرش أنا أجي أقول أو أنا أي حد في العالم كله يقدر يقول مثلا أن مثلا الزوجة مثلا عندها 45 سنة هيبقى عندها الفرصة 67%. نعم لا الكلام ده مش مظبوط. وكمان الصغيرة كمان في السن لا فرصتها عندنا ممكن توصل 75%.
بس احنا المهم عندنا ان احنا مش بنبص على نتائجنا السنوية وبنحاول نقارن ما بينها ونتطمن ان احنا محافظين على مستوانا او على الاقل بنزيد. احنا بنقارنها كمان في المراكز في امريكا واوروبا واستراليا وكندا، بحيث ان احنا لابد وان احنا نكون شايفين نفسنا دايما في مراكز متقدمة، ولو في اي نقص الحمد لله الدائرة ما دائرة الصحة وما بتأخرش قبل انها تساعدنا، سواء بالأجهزة أو المواد أو أي حاجات علمية عشان ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للناس هنا. صحيح. نعم دكتور، أيضا يعني حابين أكيد يعني بسبب يعني خدماتكم المميزة دكتور، مثل ما ذكرت يعني يمكن حابين نعرف عدد الأطفال الذين ولدوا نتيجة خدمات يعني المميزة في مركز الإخصاب بهيئة الصحة بدبي. الحقيقة النتيجة الأخيرة حسب ما أنا عارف احنا عدينا 4,000 وشوية طفل، بس أنا مش متأكد من الرقم بالظبط لأن الحاجات دي لا دي إحصائيات دايرة احصائيات دايما، بس انا ما عنديش الرقم الاخير بالظبط، يمكن ممكن ابقى اتصل بحضرتك ثاني واديها لك، بس اعتقد ان احنا فوق 4,000 وشويه. قبل فتره دكتور انا كنت في المركز وفي هذاك اليوم كان في عندكم احتفال عيد ميلاد احد الاطفال، فكانت اجواء جميله جدا دكتور. احنا بفضل الله عز وجل بنحاول نعمل الكلام ده كل سنه. صحيح. الصراحه دي حاجه زي ما بقولتي مش بس تفرح الاهل لكن تفرحنا احنا الصراحه، يعني لان احس دكتور عاملين ان احنا نشارككم فرحتهم. صحيح. يعني وهذا الجانب يعني هذا الجانب الاجتماعي اللي انتم يعني مثلا تعيشونه مع الام ومع الطفل الحقيقه يعني يعطي جو جميل جدا ويعطي ترابط حلو يعني بين المتعاملين وبين يعني الفريق الطبي المعالج في المركز. أكيد. وإحنا كمان بفضل الله عز وجل بنعمل حملات توعية في المجتمع عموما، يعني صحيح. يعني بننزل الجامعات والمدارس وبنحاول ندي الناس بعض معلومات طبية عن الحاجات اللي ممكن تأخر أو تكون سبب في تأخر الحمل، على أساس أنه لو كان في حاجة ممكن نعالجها بدري أو هم يتجنبوا الوقوع في المشاكل اللي هي ممكن تؤدي في الآخر إلى مشكلة في الحمل بعد كده أو الإنجاب بعد كده بعد الزواج أو لو كانت متجوزين بدري وكده. صحيح. والحقيقة احنا بنعمل ده بانتظام وعندنا على البروجرام ماشي بقالنا دلوقتي أكتر من سنة عليه، وفي برضو يعني مقابلة مع الناس الحقيقة بنحس قديه هم سعداء وبيتعاونوا، يعني بتخش في نقاشات وأسئلة والحقيقة خلينا احنا كمان أكتر يعني زي بيقولوا انتسيازم اللي هي نشاطا ان احنا نقدم الحاجات دي تاني، لان احنا حاسين ان الناس بتتفاعل معها. صحيح. وبتتحاول انها تحسن من الامور اللي هي ممكن تحسن الانجاب بعد كده باذن الله. صحيح. الدكتور محمد القليبي استشاري الامراض النسائية والاخصاب في مركز دبي للاخصاب هيئة الصحة بدبي. الحقيقة دكتور محمد شكرا لكم، شكرا على جهودكم الجميلة، ونبارك لكم الحقيقة هذا المركز المميز بهيئة الصحة بدبي وهاي الخدمات المميزة أيضا. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك جميعا والمستمعين يا خطأ. السلام عليكم. شكرا دكتور. مستمعين الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة التغذية الغذاء الصحي لحياة أكثر صحة وسعادة، خلكم معنا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج نذكركم مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرتنا الثانية الغذاء الصحي لحياة أكثر صحة وسعادة. مستمعينا دائما للأكل الصحي دور حيوي ورئيسي ومهم
في التمتع بحياة صحية، وأيضا ليس فقط يعني حياة صحية وأيضا الوقاية من العديد من الأمراض. بنسمع أكثر حول هذا الموضوع مع الأستاذة عائشة الحمادي، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة عائشة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور أخوي. الله يحييك أستاذة عائشة. طبعا نحن موضوع التغذية طبعا مهم جدا، ومثل ما ذكرنا بأن يعني يلعب دور حيوي ومهم ورئيسي جدا في حياة الإنسان الصحية، فحابين نسمع منك الحقيقة أكثر حول هذا الموضوع. إن شاء الله. أنا اليوم برمج عن قاعدة 5-2-1-0 لحياة أكثر صحة. 5-2-1-0 عاد هذا لازم تشرحين حينه. نعم تفضلي. هي قاعدة لتغيير نمط حياتنا وجعلها أكثر صحة، وتساهم في الوقاية من السمنة والعديد من الأمراض المصاحبة لها. نعم. مثل مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة. صحيح. فكل رقم يرمز لنمط حياة معين المفروض نتبعه. في البداية رقم 5 يشير إلى تناول 5 حصص يوميا من الخضروات والفواكه اللي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف لأهميتها في تحسين صحتنا، فهي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والنمو السليم والمحافظة على الوزن الطبيعي. فمثلا الروم نقدر نضيف التوت أو أنواع الفواكه المفضلة في تحلية الكورن فليكس بدل من الشوكولات أو السكر المضاف، أو ممكن يجربون أصابع الجزر أو الخيار مع تغميسة من الحمص أو اللبنة كوجبة صحية وخفيفة. أما بالنسبة رقم 2 فيشير لتخصيص 2 يوميا فقط لمشاهدة التلفاز والأجهزة اللوحية. فمشاهدة التلفاز لمدة طويلة يساهم في قلة الانتباه والتركيز وانخفاض معدل القراءة. أيضا يرتبط مشاهدة التلفاز مع تناول مزيد من الوجبات الخفيفة وزيادة الوزن. نعم. أما رقم 1 فيشير إلى اللعب ساعة واحدة على الأقل في اليوم أو أكثر، لأن المحافظة على النشاط البدني ضروري للمحافظة على الوزن الطبيعي والوقاية من الأمراض المزمنة وهشاشة العظام. فلازم نمنح التلفاز والأجهزة اللوحية استراحة شوي ونصير نلعب برا. فاللعب والحركة يساهمون في بناء العضلات، تقوية العظام وتقليل من التوتر. صحيح. أما رقم 0 فهو يشير إلى الابتعاد عن تناول المشروبات العالية بالسكر. فلازم نشرب 6-8 أكواب من الماء يوميا، واستبدال المشروبات العالية بالسكر بالعصائر الطبيعية دون إضافة السكر، وشرب 1 كوب من الحليب الطازج يوميا. طبعا تجنب السكر المضاف والمشروبات العالية بالسكر ضروري، لأنه يساهم في التقليل من فرص الإصابة بمرض السكر من نوع الثاني، والمحافظة على الوزن والمحافظة على صحة الأسنان. بدل من ذلك نقدر نجرب إضافة شرائح فواكه للماء لإضافة نكهة طبيعية ومميزة. نعم. في النهاية أنصح الكل في تطبيق قاعدة 5-2-1-0 للحصول على حياة صحية مليئة بالنشاط والطاقة ونتجنب السمنة ومخاطرها. نعم. الحقيقة يعني جميل جدا أو جميلة هاي المعادلة أختي عائشة، اللي هي 5-2-1-0. مستمعينا دائما نتذكر نحن هاي المعادلة الجميلة بالنسبة لي يعني النمط الحياة الصحية والأكل الصحي، وكيف يعني للأكل الصحي دور رئيسي ومهم في التمتع بحياة صحية والوقاية من العديد من الأمراض. شكرا الأستاذ عائشة الحمادي، أخصائية تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، وبعد فقرة التغذية أو الغذاء الصحي لأكثر صحة وسعادة بناخذكم لفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وهي سرطان عنق الرحم. ثاني طبعا يعتبر ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارا، والسبب الثالث للوفيات لدى فئة النساء على مستوى العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية. مستمعينا للحديث عن هذا الموضوع يشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة سارة عبد الهادي علي، أخصائية نساء وولادة بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سارة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالخير والنور والسرور.
اليوم بتكلم عن سرطان عنق الرحم إن شاء الله. نعم. سرطان عنق الرحم طبعا يحصل في الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل. السبب الرئيسي لحدوث مثل هذا النوع من السرطان هو عدوى فيروس الورم الفليمي البشري. عادة العدوى تنتقل جنسيا في معظم الحالات. احنا نتكلم اليوم عن سرطان عنق الرحم لأن إذا تم تشخيصه في الحالات المبكرة نسبة الشفاء تكون تقريبا 100%، وعلاجه يكون سهل بالنسبة للحالات المبكرة وأقل تعب وإزعاج للمرضى. نعم. عادة الأعراض في المراحل المبكرة تكون مش موجودة أو ما يحس فيها المريض، ولكن في المراحل المتقدمة أكثر يكون فيه ممكن نزيف مهبلي بين الحيضات أو بعد مرحلة انقطاع القمر. فأي سيدة تلاحظ أن في خربطة في نزول الدم أو أن انقطع عنها القمر وبدأت تنزف من جديد لازم تشوف أي أخصائية نسائية، أو يكون في إفرازات مهبلية غزيرة أو ذات رائحة كريهة، أو ألم بالحوض دائم أو أثناء الجماع. نعم دكتورة سارة، أيضا هناك يعني مثل ما نعرف أن في كثير من يعني أنواع مختلفة من السرطانات، وهناك أيضا دكتورة لكل نوع من أنواع السرطانات هناك أسباب، يعني بعض الأسباب ممكن تكون وراثية، بعض الأسباب تكون نتيجة يعني جينية، ممكن بعض الأسباب تكون نتيجة أمراض ثانية. لو نتكلم معاك دكتورة وتوضحين أكثر أسباب المرض. الأسباب غير واضحة بشكل كامل حاليا، ولكن اللي لاحظوا العلماء أن يصير فيه طفرات في الحمض النووي لخلايا العنق الرحم، والمسبب الرئيسي اللي لاحظوا أنه دائما يكون موجود مثل ما قلت هو فيروس الورم الفليمي البشري. الوقاية من هذا يعني متوفرة بسهولة، وأيضا في تطعيمات متوفرة بهيئة الصحة ممكن السيدة تسأل عنها لو هي حابة في المراكز الصحية المختلفة. في أيضا عوامل خطر ممكن تؤدي إلى حدوث سرطان عنق الرحم، ولكن ليست مسببات دائما تكون، منها تعدد الشركاء في العلاقة الجنسية أو أنواع أخرى من العدوى المنقولة جنسيا أو ضعف الجهاز المناعي ممكن يسبب أيضا الإصابة بسرطان عنق الرحم. صحيح. التدخين في بعض الحالات، فلو السيدة حاولت تتجنب أو تلغي بعض عوامل الخطر طبعا تقل نسبة إصابتها بسرطان عنق الرحم. نعم دكتورة سارة، نحن في حلقة من الحلقات تكلمنا عن موضوع يعني بعض الإجراءات للكشف المبكر لبعض السرطانات، وقبل كم من يوم تكلمنا عن أيضا مصطلح طبي اللي هو الماموغرام اللي هو يتم يعني من خلاله كشف سرطان الثدي. وإذا تكلمنا اليوم عن موضوع سرطان عنق الرحم، ما هو يعني الكشف المبكر، وهل يمكن يعني الكشف المبكر لهذا النوع من السرطانات، وكيف يتم أيضا الوقاية منه دكتورة؟ نعم، احنا دائما ننصح اي سيدة وصلت عمر 21 او اكثر وكانت متزوجة انها تقوم بعمل مسحة عنق الرحم او اسمها الطبي باب سمير كل 3 سنوات لو كانت المسحة طبيعية او ما في تغيرات في الخلايا. فهذا مثل ما قلت يخلينا نكتشف اي تغيرات في الخلايا في مراحل مبكرة، وفي هذه المراحل المبكرة يكون العلاج والتدخل الطبي أسهل بكثير من المراحل المتقدمة. أو في حالة لا سمح الله شكت السيدة أن عندها مثل ما قلت بعض الأعراض اللي ذكرتها في بداية اللقاء، فهذه الساعة ممكن تتوجه إلى الأخصائي النسائي، ولكن إحنا ننصح بعمل الباب سمير أو المسحة عنق الرحم كل 3 سنوات إلى أن تبلغ السيدة عمر 65. نعم، وطبعا دكتورة يعني هاي الإجراءات سواء الكشف المبكر أو حتى يعني البرامج الوقائية من هاي الأمراض متوفرة، ودائما هيئة الصحة بدبي تحرص حرص كبير جدا في موضوع الوقاية من هاي الأمراض. لو تحدثينا عن هذا الجانب بالأخص دكتورة. نعم طبعا،
احنا في مستشفى لطيفة العيادات النسائية تستقبل ونحب الأحرى جميع السيدات سواء كانت زيارتها نسائية أو بعد الولادة أنها تأتي تسوي مسحة عنق الرحم تشيكب بعد الولادة أو أثناء متابعتها لمشاكل نسائية أخرى. مثل ما قلت المسحة المفروض تعمل كل 3 سنوات مرة إذا ما كان في تغيرات في الخلايا. وبالنسبة للفيروس اللي ذكرته قبل في تطعيمات نصح فيها السيدات اللي تحس انها في ريسك او عندها عوامل الخطر اللي ذكرتها سابقا ممكن انها تطلب اللقاح هذا او التطعيم علشان تقي نفسها اكثر من سرطان عنق الرحم. صحيح. ونسبه الوقايه باستخدام التطعيم كبيره جدا توصل 90%. دكتورة مدام تتكلمين عن موضوع التطعيمات واللقاحات، هل هناك يعني مثلا العمر المناسب لأخذ هاي التطعيمات أو جرعاته؟ هو في نوعين من التطعيمات، ممكن نبدأ التطعيم من سن 9 سنوات لين عمر 26 سنة، أو حتى السيدة اللي خلينا نقول طافها الموعد هذا أو طافها العمر هذا ممكن أي وقت في تأخذ التطعيم، وبعد التطعيم يعمل بشكل جيد ويؤدي إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم. نعم. دكتورة سارة، أيضا يعني من الأمور اللي يمكن تحدثنا نحن عنها اللي هو الكشف المبكر، وين ممكن يعني أين يمكن الكشف عن ذلك، و ما هي يعني طبيعة الفحوصات في هذا المجال؟ مثل ما ذكرت سابقا ممكن السيدة تحجز موعد لعيادة النسائية في أي مركز طبي أو في مستشفيات هيئة الصحة في دبي. بالنسبة للعمل المسحة أو الإجراء هذا جدا بسيط، ما يأخذ إلا 5 أو 10 دقائق فقط من الفحص أثناء زيارتها للعيادة. تأخذ عينة أو مسحة من عنق الرحم وترسل للمختبر، فحص جدا سهل وغير مؤلم. وكل السيدات مثل ما ذكرت اللي تحب تكيف أو اللي مثلا ما سوت المسحة من فترة طويلة تقدر تراجع عندنا في المستشفى أو في عيادات النسائية، ونقوم إن شاء الله بهذا. نعم دكتورة، نحن دائما نقرأ بأن يعني بالنسبة للأخص يعني صار الأمراض السرطان فيها هناك أسباب كثيرة يعني ترجع إلى سلوكيات اليومية اللي يتبعها الإنسان، النمط الغذائي اللي يتبعها يعني إذا كانت يعني مثلا سلوكيات غير صحيحة، تغذية غير سليمة، فهل هذا له دور دكتورة سارة في موضوع يعني بالأخص سرطان عنق الرحم؟ نعم، بالنسبة للسرطان عنق الرحم السلوكيات الغير صحيحة هو مثل ما قلت الترتيب يعد واحد من أكثر الأسباب انتشار للسرطان ومنها سرطان عنق الرحم. وبعد مثل ما قلت ضعف الجهاز المناعي لأي أسباب، مثلا أسباب صحية، أدوية يأخذونها المرضى مثل أدوية الكورتيزون وغيرها، أو بعض أنواع العدوى مثل الإيد، أنواع أخرى من العدوى المنقولة جنسيا إذا كانت السيدة لا سمح الله انتقلت لها عدوى معينة تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم. فلو السيدات حاولوا يتجنبون في العوامل الخطر هذه إن شاء الله ما يكون عليهم شيء. صحيح. دكتورة سارة، أكيد يعني أنتم في مستشفى لطيفة عندكم الكثير من البرامج يعني الوقائية لهاي الأمراض، مثلا زيادة الوعي لدى النساء عن موضوع عن عنق الرحم. لو كلمة سريعة دكتورة تخبرينا في هذا الموضوع، وشو تنصحين النساء الحقيقة للعمل على هذا الموضوع؟ بصراحة احنا في مستشفى لطيفة كل تقريبا كل سنة في يوم سرطان عنق الرحم العالمي نسوي مثل حملات توعية للسيدات. نعم.
أن أي سيدة مثل ما قلت وصلت عمر 21 وكانت متزوجة أنها تبدأ تعمل الفحص لعنق الرحم أو الباب السمير كل 3 سنوات لو كانت المسحة مالتها طبيعية. بالنسبة للسيدات أو أيضا طبعا عن طريق البرامج مثل برامجكم أو عن طريق الإنترنت أو موقع الهيئة على الإنستغرام أو موقع الهيئة على الإنترنت. فإحنا نحاول دائما ننبه السيدات أو نوعيهم بأهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، لأنه واحد من السرطانات اللي تشخيصها سهل إذا كانت السيدة تابعة بانتظام، وبالتالي لو اكتشفت في مرحلة مبكرة علاجها أيضا سهل. صح. والحلو أنه يأخذ فترة طويلة على ما يتطور، لو لا سمح الله السيدة أصابها الفيروس يأخذ ممكن شهور أو سنوات على ما يتطور. يعني الكشف المبكر عنه يساعد جدا. صحيح. مرحلة العلاج للمريض وللطبيب بعد. صح. وهذا دكتورة يعني يلعب دور كبير جدا جهودكم الحقيقة المميزة في موضوع يعني التثقيف، لأن مثل ما تفضلتي كل ما كانت المرأة عندها ثقافة كاملة بخصوص موضوع الكشف المبكر والوقاية، وحتى لا سمح الله إذا طلع مثلا الفيروس موجود فإذا تم كشفه في وقت مبكر فيمكن مثل ما تفضلتي علاجه بشكل يعني سهل، وما بتكون هناك في أعراض ممكن تأثر على صحة الإنسان. نعم. دكتورة سارة عبد الهادي علي، أخصائية نساء وولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة. شكرا جزيلا. شكرا مستمعينا، ومع آخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا لهذا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. نشكركم جزيل الشكر والتقدير على متابعتكم لبرنامجنا لهذا اليوم، وأشكر فريق العمل المميز في الإعداد الأستاذة نور نزال، وفي التنسيق والمتابعة ومخرجنا المتألق نمر محمد، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.